وهينا سوينا صينية دجاج بس هالمرة بشكل تاني عشان أولادنا ما يزهقوا. ما بزهقوا طبيخك لو تضلك تعمل، لو تحلي لهم مي بس هيك تعطيها بكاسة، أكيد أولادك عندهم لقمتك أحسن من كل الدنيا. بس بعالم السوشيال ميديا وهالثورة التكنولوجية الموجودة حول العالم مش بس عنا، صاروا الأولاد أكثر وعي. حتى ابن العشر سنين وابن السبع سنين صار يقعد ويطلب ويعطي رأيه، وفوت على المطعم ويقول لك زاكي مش زاكي، حلو بشع، سوي لنا يا ماما. فدائما الأم حريصة بأنها تلبي أكيد رغبة بيتها. فيعني ابعدي عن الروتين عشان تضلك أنت كمان ما تزهق، لأنه بيجي علينا وقت، حتى إحنا شفات بيجي علينا وقت بنزهق. ما بنزهق الطبخ كنعمة يعني الله يديمها على الجميع، ولكن الواحد بيزهق الروتين. فاللي ما بده يزهق روتينه بده دائما يكون عنده إشي جديد، وهيك بنكون قدمناها. شوفي ما أسكاها جاج، مش ناشف، مش فيش فيه طعم. مهم أنت تضبط النكهات صح عشان تشتغلي صح.